ومخطوطات أثرية. التاريخ أصبح رماداً والماء لا يكفي لإحيائه. بعد أن كان محفوظاً لمئات السنين انتهى بقذيفة واحدة. السواد فقط ما تبقى هنا، ولم تسلم أي مخطوطات تاريخية في المتحف الوطني بتعز من قصف الميليشيا. في تعز لا يستهدف الإنسان فقط، بل التاريخ والجغرافيا أيضاً. مكتبة السعيد، أكبر مكتبة في اليمن، أحرقت بما فيها. كتب نادرة بالآلاف تطلب جمعها عشرات السنين اختفت في ساعات قليلة فقط. كذلك هو الحال في التسجيلات النادرة لبرامج نشأت عليها أجيال متتابعة ولم يفلح التنقيب في العثور عليها سليمة في إذاعة تعز، من تعرضت للقصف أيضا من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع. بين إحراق المتحف الوطني ومكتبة السعيد وإذاعة تعز فارق زمني طويل أو قصير لا يهم، المهم هو استباحة مدينة بأكملها وجعل مبانيها التاريخية الصامدة لمئات السنين مجرد أطلال.